السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباء. قرر نديرو باش نسمع شي واش كيبان مزيان ولا لا. بابا حاجي يلتقي معكم من محطة القطار بمدينة مراكش، ولاحظتم بأن القطار يستعد للخروج من المحطة والساعات يشير إلى الساعة 11. هذه 15 يوم جيت لمدينة مراكش عند ابن عماد بطلب منه لأنه ذكي، حتى هو راح جينا أنا وياه وقاموا بعدة إصلاحات داخل البيت وبالأخص الزليج. الزليج للمطبخ والمرحاض عزكم الله، وتلاقيت واحد الحفاوة كبيرة. والمشكل اللي عانيت منه هذه الأيام وهي أن رجلي في واحد الحبة راها برات، وذاك الحبة كتخرج حبوب كريم على الجنب ديالها. اليوم هو 4 فبراير سنة 2014، هذه المعاناة دامت أكثر من شهر و10 أيام، وأعود إلى مدينة ناس باش ربما ندير تحليلات ونشوف القضية ديال هذا الرجل هذا. نبقى مع هذا الاضطراب تاع الجنوب. هاد الناس هادو اللي جيت عندهم سهام وفرح وعماد صلوا فيا بزاف، الله يخلف عليهم، الله يجعل فيهم بركة. تمتعت بزاف مع الحفيد ديالي ابراهيم اللي ما كانش ماشي كنستغنى عليه والو دقيقة واحدة، رغم انه بعض المرات كان كيقلقني الصداع ديالو، هادشي طبيعي في الاطفال الصغار، انما احلى لحظات كنت كندوزها معاه وانا اشاكشه، او بعض المرات كنقدم له بعض الالعاب الزوينة، او بعض المرات كنخلق له بعض المشاكل باش كنشوف. هذا من بين الاشياء اللي مزيانة، درت واحد نزلة لباب دكالة وشفنا فيها المسائل مزيانة نتاع هاد المدينة هادي، ثم نزلة أخرى إلى جامع الفنا حيث تعرفت على قناوة وعلى عدة أصدقاء. واحد النهار نتاع يوم الأحد اللي قبل من هاد الأحد اللي داز، درت واحد الصبحية تربوية للأطفال، جمعتهم درت لهم الرسوم. وهادي مدينة مراكش مدينة واعدة، اللي بغى وعطاه الله سبحانه وتعالى بغى يجي لهاد المدينة راه ما خصو خير. الرخاء كاين والخير كاين، خص غير الانسان يكون عنده العزيمه باش يدير شي حاجه. اي وي دو مراكش جو بار سيغ امي جو فو دي كو سو سوي اون بون اي بارفي سونتي مالغري سو بوبو كي سو تروف او مون بيي دغوا اي كي مي في اسي مال سي تروا ديرني جور جو مي كومبور تري تري بيان ديو ميرسي افيك لو ميديكامون كو جو بوا. اي ياتي وانسمعوا لهذا الشيء هذا. دخلت عليكم بالله واش اللي كيتقب ودنو ويمشد شعرو ويدهنو ويدير لاكريس ويكحل ويتم غادي تيتململ، واش حتى هذا كمالي العقل نسميوه راجل؟ والبنت اللي كتخرج سروال ديال الدجين وتتعري الدرعين وتتقص الشعر وتربي الضفر وتجلخ كمارتها بالعكر وتتم غادي تتهدى كحمية رجدة، واش هذيك في نظركم بنية ولا خطية ولا رزية؟ والله تندوخ وتطلع ليا المرار. لا 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 تنشوف المرا قدامها والراجل جالس بقاع الدار ضربها في زيرو وجالسه في البيرو مجمعة مع غيره. الله 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 وما عرفهاش الجاري إذا فاق البرهوش تيبدل ليه ليكوش، ولا برزدو سطعوه طيب الحليب ويرضعوه، وإلا ما بغى يسكت ليه تيركبو ويراري به. والهضرة تجبد ختها، الفرق بين جواج البارح وجواج اليوم في نظري أنا لا مجال للمقارنة. في الماضي كان كلشي بخواعد وسيادي، كانت العلاقات الزوجية مبنية على الصدق والنية المعقول والاتفاق على طول، وكانت الوقت مقادة والأزواج صابرين للشدة والفتنة. كانت النفس عزيزة والمحبة هي الركيزة وساكنة في القلوب بلا فيزا. كاينة حتى من الدار ما عندنا ما نقولوا بعقلو شارب بلولو ومهيبو عنده قيمة ومهلب الخيمة. كاينة والمرأة كانت مربية وحشومية وراضية بالقسمية ووجهها مزنك بالحياة والوقار وما تتخرج من الدار غير إلا بغات تمشي للحمام ولا للسبيطار. وكان الراجل ما تيشوف المرأة حتى نهار العرس. خليني من داكشي ديال خارجة ودايرة يديها بيديها الحبيب ديالي والفضيحة والشموت هي بالعلالي. وكانوا الأزواج مطبعين على المعقول وحسن التعامل والكلام المسؤول واحترام الأصول وديفاندي تشوف المرأة
الى ما حضروا العدول. ومني تتقرا الفاتحه تتعم الفرحه وتتشع الخبار ودار ودوار والزربه تتشابك خيوط المحبه ومشاعر الموده تتمزج وقت الاول فتيت تنسج وما تيجي فين يدور العام الاول حتى تزاد الطفل وتتبتهجر كان البيت وخمسه الخمامس والحرمر في الكمامس ومباركم سعود نعامس ونهار على نهار تتكبر الدار والغله تتكتار ونقطه بنقطه تيحمل الواد وعام بعد عام تكبروا الاولاد وتتزهر البلاد والخيولات تتزاد والله الله على السكر قديمه والله يرحم امي لالا ويطول عمر الاميمه والدري والدريه دريه واش من ذريه الثبات والعقل والصواب وزين الفعل وياك الزين سلاله من العمال الخاله والمربي حفظوا ربي وما يولدوا من والا الله يرزقنا ويرزقكم الصحيحه والله يلاقينا مع شي مره مليحه ويعطينا شي تريكه صالحه. شطن مباشرة من قسم تقديس مع عبد العزيز فهاد لي بيتيز عن اخباري مسبيطر على الدبابات صفرا داك وصفر مية وصفرا وصفرين الكيلو هيتر الله يعطيك الصحة سي عبد العزيز ام اف ام الاذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على